طب خلينا أمنية، يعني أنت شاركت في بطولة عربية ما شاء الله وعاملة يعني إنجاز كبير، طب كلميني عن اللعب، ليه السباعي؟ السباعي دي بتبقى صعبة، أنت النهاردة لازم تلعب وتتميز في كل الألعاب، ليه اخترتي السباعي أو ليه المدربين اختاروك في السباعي؟ من ساعة ما بدأت اللعبة وأنا لما كنت بتمرن لكل إيفنت كنت بأدي فيه كويس الصراحة، فالكابتن بدأ يكتشف إن أنا ممكن ألعب المركب وكده، فبدأته على طول. يعني من أول 16 سنة كنت بلعب، كان بيبقى خماسي مش سباعي، فبدأت 16 سنة وكنت بلعب على رقم مصر، بس يعني ما عملتوش لهو. وبعد كده من 18 سنة ولا 20 بدأت بقى السباحي. طيب نتكلم عن مشاركتك في بطولة عربية، اتأهلت ازاي بطولة عربية؟ اتأهلتي وصلت لها ازاي وازاي بقيتي مؤهلة ان انت تشاركي في بطولة عربية؟ كان عندي بطولة 20 سنة قبليها بأسبوعين في المنيا، لعبتها وعملت فيها مركز أول هي والحواجز، فتأهلت للبطولة ساعتها. طيب فاكرة أرقامك كانت ايه؟ يعني خلينا نتكلم على يعني مثلا في السباعي كان رقمك عامل ايه؟ كان عندي 4200 نقطة، ده في الأول تمام. خالص، بعد كده في المنيا عملت 4726، ده ساعتها اللي خدت ما بيه شاء أول. الله. والمية متر حواجز كان عندي 14، لا كان عندي 15.01، عملت 15 ثانية. 14، عملت 14.14 قليت عن رقمك كمان، ما شاء الحمد الله ما لله. شاء الله. وده اللي عملته في المنيا اللي هي كانت 20 سنة الجمهورية، أهلتني بيه البطولة العربية. البطولة العربية. طيب فاكرة مين اللي خد يعني تاني وتالت معاك البطولة العربية أو أبرز المنافسين كان من دولة إيه؟ من الجزائر، الجزائر دايما الاثنين بيكون الاثنين كانوا ورايا في يعني انا كنت اول، الجزائر تاني والجزائر تالت، ده السواعي. الميت متر حواجز كانت هي الاولى جزائر وانا تاني، والتالتة مغرب. ما شاء الله. طب لعبتي بقى حاجة متوسط؟ لعبت عملت إيه وليه؟ عملت تالت وزب عالي برقم شخص جديد، متر 68، وأنت كان رقمك أصلا كام؟ كان 65. ما شاء الله زدت 3 سم. طب ايه اللي خلاكي ترفعي كده؟ يعني ايه اللي خلاكي تحطي يعني ايه اللي خلاكي تلعبي على الرقم ده؟ كنت حاسه ان انت قادره تجيبي؟ انا كنت حاسه ان انا قادره اجيبه لان انا كنت بتمرن كتير قوي عليه، مش على ال 68 بالذات، كنت بتمرن على اكبر من كده. وبعدين كنت انا عايزه اتاهل للبطوله بتاعه البحر المتوسط دي، فكنت في التمرين على طول ان انا بلعب ان انا هعمل رقم احسن عشان انزل العب بيه البطوله، اتاهل للبطوله دي. فكنت فساعتها عملت يعني لعبت على ريسك شويه ان انت تعلب الرقم بالظبط شويه. فنزلت عملت في البطوله بتاعه الجمهوريه 67، دي بقى ساعتها أهلتني للبطولة بتاعة البحر انت المتوسط. تمرينك بيبقى فين؟ في المعادي ولا فين دايما؟ كان في المعادي، دلوقتي في مدينة نصر، مدينه نصر. فين في مدينه نصر؟ في النادي النادي بتاع الاهلي نفسه، النادي. ما بتروحوش المعادي، ما بتمرنوش في المعادي المركز لا الاولمبي؟ لا، ما مش شغال مش بقى دايما، مش دايما بتروح، او دلوقتي بتمرنوا في اهلي مدينه نصر. بالظبط، مرة كام ساعه في اليوم يا عمي؟ يعني حوالي 3 مثلا كل يوم صح؟ كل يوم، انت ساكنه بعيد عن النادي ولا قريب؟ يعني مش قوي، مش يعني قوي، ساعة مثلا ممكن ما بيني وما بين البيت. بس بتروح التمرين ومواظبه عليه. عايزه تعملي ايه؟ عايزه تحققي ايه؟ نفسك ايه؟ انا بلعب دلوقتي على بطولة العالم ان شاء الله اللي في شهر 8، ان شاء الله تتاهلي لها ازاي دي؟ طيب المفروض الرقم 1420، هو انا عاملاه يعتبر، انا عامله 80 1414. 14 14 لا، وفي الرقم، البطوله العربيه جايبه، لا وفي بطوله المتوسط جايبه 80 81 صح؟ لا لا بتقولي في 100 متر حواجز، في انا الميت اسف. متر حواجز، ال 100 ايوه. متر حواجز السباعي لا لسه ما السباعي تاهلتوش، بالظبط. يعني انا انت مت بتلعبي على الحواجز اللي هي الحواجز افضل لعبه في السباعي بتتميزي بيها، هي والوزن. بالظبط، هي والوزب العالي، تمام. بس الوزب العالي لسه شويه. فلما لقيت ان الحواجز ان اقرب انا ممكن اقرب يعني اتاهل يعني بيه ليه؟ وكده، بدات العب عليه. طب وبالفعل لازم تحققي الرقم ده فين يعني عشان تتاهلي؟ في اي بطوله، من هنا لشهر 8 من ولا؟ في يعني في ليميت معين يعني بيقف، وساعتها بياخدوا منه الارقام اللي هو خلاص احنا هنوقف تاهيل لحد الشهر ده مثلا، فالمفروض اكون لعبه قبليه عشان اكون عامله الرقم. طب ايه البطولات اللي عندك مفروض هتبقى موجوده تاهلك يعني في هي قبل اتلعبت، هي اللي البطولات اتلعبت خلاص؟ يعني البطولات دي تاهلك عادي؟ انا البطولات دي يعني تاهلني انا عادي، قصدي انا اقول البطولات الحمد دي لله داخله معاك عامله، في التاهيل، يعني انت كده الحمد تاهلت لله بطولة عالم. بالظبط. طيب تمام، هو ده اللي عايز اوصله، ان انت مش محتاجه لا يعني البطولات التانية قبليها بقى، يعني قبل قبل اعداد العالم بالظبط، اللي هي بقى ممكن العبها على اساس ان انا اعداد احسن رقمي زيادة فاخش جاهزة طب الرقم للبطولة. العالمي البطولة العالمية دي تبقى تحت كام؟ 23 برضو لا ولا؟ 20 سنة. طب ده حلو، ده سنك. طب انت بالظبط. فاكره الرقم، اخر رقم اتحقق والرقم العالمي بتاعها كام؟ فاكره؟ او دخلتي على الويب سايت لا شفتيها او ما حاجه؟ دخلتوش، ما بس تعرفيش. كانت يعني حوالي 13.50 مثلا او على فرق كده ثانيه مثلا، ده مثلا، الثانيه دي ضخم، دي بس حاجه كبيره جدا يعني في عايزة الجري. الثانيه دي تمرين يا كابتن، طبعا الثانيه دي عايزه شغل كبير طبعا جدا. طبعا طب طبعا.